سلام عليها بقى بالجزر، لذيذه لذه وطعم طعام. وشويه بقى رز جنبيهم في الفريل. عندك حق. بتبقى ايه تبقى ايه؟ لا انت هتاخد وتهد معايا كتير ولا ايه؟ انا هتصاحب بعض. صدره شاق. ايوه يا سكينه معاكي يا حبيبتي، دي كانت شوره منيله ب60 ميله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمني يا حاج رشاد. جمعني إن شاء الله. أظن أنت هنا علشان أخونا الأستاذ مدحت. إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن أخونا الأستاذ مدحت يكون خلص الدورة بتاعته على خير، وبإذن الله يكون جاب امتياز. هو أنهى الدورة على خير بفضل الله وبركته، بس يبدو أنه وصل لحد دورة المياه. اتفضل انتظروا. إذا كان على دورة المياه مش إشكال، أنا هتمشى 5 دقايق وأرجع بإذن الله. بعد المجمع بتسرع على هوا. انا هنا في المجمع وبس. المجمع كله لم برضه. كله ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ ده انا يا دوبك شاري المطرح ده ودافع فيه 8 جراطين طين. تبيع قراطين ارض ببلدكو عشان تيجي تمسح جزم في مصر؟ قول يا باصي مسلمها لله. رجلك الثانيه. تعرفش الاستاذ مدحت اللي شغال هنا؟ ايوه. اعرفه. بيلبس جزم من بلاد بره وبيخاف عليها من الورنيش المحلي. ربع جنيه، نص جنيه. هو مسح الجزمه دلوقتي بقى بنص جنيه؟ انت ما تعرفش؟ لا الحقيقه ما اعرفش، بس انا بمسح جزمتي بنفسي وجزم ولادي كمان، بس بعد كده بقى انا همسح جزم الجيران والشارع كله. هات الربع جنيه بانك راجل طيب. سلام. سلام يا محترم. ورنيش، ايه اللي انت عملته في النادي مع الولاد ليله امبارح يا حيوان؟ والله العظيم ما حصل مني اي حاجه غلط يا سعاده الباش. زعلت البيه الصغير منك ليه يا ولد؟ ها؟ انا بعتك النادي معاه عشان تخلي بالك منه ولا عشان ترجعه البيت زعلان؟ يا سعاده الباشي انا ما زعلتوش، انا كنت واخد بالي منه وعيني كانت عليه ما انا مشيتش، لكن هو اللي اتضير ورا ظهري وشبك لي ديه وانا مش واخد بالي. وبعدين يعني سعادته هو والاساتذه العيال اصحابه يعني هاتي ضحك وترياقي وانا مش واخد بالي. لما خدت بالي كشيت فيه بس وقلت له عيب كده يا سامح بيه، عيب كده. ما برضك يعني كل حاجه وليها حدود يعني يا باشا. حدود ايه يا حيوان؟ وماله لما بركب لك ديل؟ ما ابوك في البلد له ديل وامك في البلد لها ديل. سعاده الباشا خلي امي وابويا بعيد، لا يستر عرض. وكمان بترد عليا حيوان؟ دور نفسك مكتب. انتبه يا عسكري، انا هرجعك الوحده تاني عشان تتربى هناك وهخليك تبوس الجزم وتفقد مده يا حيوان. برا صف كلب. هو الاستاذ مدحت لسه ما جاش؟ اصل نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه اللي بنشربها. ميه ايه يا مدام؟ الميه زي الفل. انتوا هتتلككوا في الميه؟ ما تشوفوا بتاكلوا ايه الاول؟ الراجل بقاله نص ساعه في الحمام، لا يكون حصل له مخلوق ولا اغمى عليه. يا استاذ مدحت! يا استاذ مدحت! يا استاذ مدحت! حضرتك الله وعافاكم يا استاذ مدحت. لا انا مش الاستاذ ده. طيب انت زعلان ليه؟ زعلان عشان الهيفا والدمك الحاطه دي. يا استاذ يا حبيبي ده بيت الادب، بيت الراحه، لازم تدخل في هدوء عشان الناس تاخد راحتها. في اوروبا والدول المتقدمه يا مغفل. الله اسكت ساكت. في اوروبا والدول المتقدمه الناس بتدخل البيت ده على انغام المزيكا، على انغام المزيكا هادئه. انت عايز هنا مزيكا هادئه؟ لو في عقد وانصاف. يا استاذ مدحت تاني. يا استاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم. يا استاذ مدحت. ماما الغالية. لا
عزيزتي ماما، عزيزتي ماما. استاذ مدحت وانت قاعد؟ لا، هما قالوا لك راح فين؟ قالوا راح دورة الميه. انت كنت هتدور عليه هناك؟ ده اخر فرصه عشان اخلص الشغلانه بتاعتي. شوف يا بلدينا، انا عادل لك على السر. كيف يا سر؟ الاستاذ مدحت جه عايق قوي قوي ومحفلط على الاخر، لا يمكن يدخل دورة ميه هناك. هو دلوقتي بره المجمع، حوالينا مباني فخيمه، دورة الميه اللي فيها تشرح القلب الحزين. فعلا. المتهمات اللي جوه اخبارهم مين؟ محدش فتح عليهم يا سعادة الباشا. الله يفتح الباب. حاضر. اتفضل يا باشا. اصحى من النوم يا مادة دوية. انتوا فاكرين نفسكم نايمين فين؟ في اوضة نوم يا حلوة انت وهي؟ انتوا في مكاتب حكومة. قوموا. هات لي الكيس دي من المكتب. حطيت سكر على الشاي؟ حطيت لك يا فندم. يا بني ادم قلت لك 1000 مره الشاي بتاعي عليه حته سكر واحده. ولا تزعق روحك يا سعاده البي، انا بشربه بحتتين. طب امشي روح هات شاي تاني. يلا. سيجاره؟ ما بتدخنش. انا بقى بدخن. انت مش عايز تمضي على المحضر ليه؟ انت كده معطله عرض القضيه على النيابه. انا ما اقدرش اتاخر عن النيابه، بس امضي على اقوالي. امال دي اقوال مين؟ دي اقوالهم هم. انا يا دوبك خرطت على الفسق، خدشت الحياه، لكن اكتر من كده ما عملتش. وسيادتك عارف ان دي قضيه ودي قضيه، هي دي بقى الاقوال اللي همضي عليها.